السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة هنعملها النهاردة أكل إخواتي المسيحيين. هو كان النهاردة جابلني ورضوة وعم إبراهيم تمام وكلهم متفقين عشان يتغدوا بتنجان محشي باللحمة المفرومة. رحت أقلب عليهم، رحت شايل اللحمة المفرومة، شايل الزبدة، وقلت لهم بس يا رمي قاعدين بلطموا جوه مش مشكلة عندي. قالوا لا خلي بالك ده اخوانا المسيحيين بياكل فيه سمك، ده خلوهم اكل سمك، ما انت عندك وجبه فيها سمك. قلت له لا هعمل محشي، برضه هعمل محشي. هما بقى يقلبوا عليا يعملوا مشاكل، اي دونت كير، كحه ما تكحش برضه مش هعمل. طيب عندي بتيجان، عندي رز، مفيش لحمه مفرومه، شبت، بقدونس، كزبره، شبت وكزبره خضراء، شطة، بهارات، جوزة الطيب، قرفة ناعمة، وعندي بصل وطماطم وصوص طماطم ونعناع وملح وفلفل وزيت. ركز على الزيت دي عشان خاطر كان حاططها السمنة. طيب يبقى نتوكل على الله نعمل حبة محشي حلوين. ويا اخي كل محشي ورديحي خليها عليك شوية، مش كل حاجة لحمة لحمة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بقى نشتغل مع حضراتكم. عندي توم اهو وبصل كده، واحلى حاجة ان انا بعمل المحشي ني في ني ني في ني، وده اجمل حاجة. ادي فلفل حراق عشان رضوة بتقولي اتوصى بيها شوية في الفلفل الحراق، وبينه وبينكم فلفل الحراق في الشتاء حلو اهو اهو. ايه الجمال ده؟ يلا ست رضوى عشان تهيسي وتعيشي حياتك زي ما انت عايزها كده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشتغل. اللهم صل على النبي. طيب نوسع على نفسينا شويه، نجيب بوله كبيره شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الرز بتاعي البلدي. ده الهنا كله ده. الله. بص يا باشا. بص حاجه تجوع. حبه البصل مع التوم مع الفلفل. اهو اهو كده. بعد كده ادي قرفة ناعمة، ادي زعتر فريش، كمون، توابل حلوة، كزبرة ناشفة، ملح وفلفل اهو. ابراهيم بيقول لي خلي بالك من ملح شويه عشان ملحك تقيل. تقول له اذا كان دم تقيل ابقى ملح مش تقيل. ابراهيم ما طمان يا عم. اشتكى مني قبل كده قال لي ملحك زايد. قلت له حاضر حقك عليا. طماطم فريش. طماطم بوريه. اهو. اهم حاجة حبة الزيت بتوعي اهم. بس كده احنا اطمأنينا ان احنا هنعمل محشي. نجيب ده كده على جنب الاول، ونجيب بصلاية زي كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده
كده طيب. لازم الأرضية عندي، احنا لسه هنا عندنا الشبت والبقدونس والكزبرة، نجيب كده اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل ما كتر في الخضرة كل ما يكون احسن. دي الأرضية اللي انا عايزها. ارميها؟ حاضر. من هين يا دكتور؟ اكتر في خضره على قد ما اقدر، يديني طعم حلو. ادي حله، ادي شويه خضره، ادي شوية بصل اهو، ادي طماطس، كده كده اهو. يبقى كده الأرضية بتاعتي، وأدي شوية الملح. يا ست ليلى سلام عليكم. صباح الفل على عيونك يا ست شربين. صباح الهنا عليك يا ست الكل. أنت منور هنا هوت الشاشة، وربنا يسعدك يا رب. كل سنة وحضرتك طيبة يا فندم، وبعد ليه؟ طيب بالصحة والسلامة. موريني. عايزة بس يا حبيبي أقول لك ربنا ابعت رساله لرئيسنا حبيبنا يا رب يا رب السيسي. يا رب رئيس السيسي ربنا يخليه لينا واحفظه من كل شر. الله يبارك لك يا حاج، الله يبارك لك. يا رب ابعد عنه شر المرض. يا رب اقول له انا بحبك من قلبي، وكل الشعب المصري بيحبك، وان شاء الله ربنا ينصرك ان شاء الله، ويبعد عنك شر الحاقدين والحاسدين المجرمين. ربنا يسترها مع مصر يا رب، ربنا يسترها معانا يا رب، لان احنا في موجه عاليه قوي، بس احنا قدها وقدود ان شاء الله. احنا قدها وقدود ان شاء الله، ربنا هينصرنا ان شاء الله باذنك انت يا رب. ارميها بره. حاضر يا فندم، حاضر. انت كل حاجه اشيل شيل شيل، اشيل كل حاجه اروح. ست الحاجة ام محمد يا سلام عليكم يا استاذ محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. اموريني. عايز الشيف ابو علاء. خدامك يا فندم، انا مع حضرتك. انت معايا؟ ايوه يا فندم، انا بكلم حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ بالله عليك، بالله عليك ما تقطع عليا الخط. ما بنقطعش خط يا حاجه والله العظيم. الله يبارك لك، انا كلمتك قبل كده ما عمرت ما قلت لك انا عايزه بوتجاز حتى يكون مستعمل. نشوف من كام شهر انا كنت في مستشفى محجوزه وانا مقعده، انا مقعده. حاضر حاضر حاضر. سيب تليفونك. حاضر يا حاج، حاضر يا حاج، سيب تليفونك على عيني على عيني. سيب تليفونك يا حاجه، خدامك. خدي تليفوني والنبي لو سمحتي. على عيني يا ستي، على عيني. لو حد يا جماعه هيقدر يساعدنا حق البوتاجاز للست اللي هي تعبانه دي يساعدنا. ما حدش قادر يساعدنا، الله كريم برضو، وان شاء الله هيجي البوتاجاز. لكن اللي ليه يعني، احنا دلوقتي في ايام مفترجه. وبرضو ده من ضمن البطانيه، يعني ده من ضمن الحاجات الخير اللي الواحد يقدر يعمله. ست زي دي مريضه وكانت في المستشفى وما عندهاش بوتاجاز، يعني النهارده البوتاجاز يا جماعه على ما اعتقد ان هو يمكن الحاجه الوحيده اللي في البيت اللي الواحد يقدر يعيش بيها. من غير بوتاجاز الواحد ما يقدرش يعيش.
اهل الخير كتير ان شاء الله، وربنا يكرمها بحد يكون عنده حتى بوتاجاز مستعمل مستغنى عنه. في ناس بتجدد، بتجيب الديجيتال وتجيب الحاجات اللي هي السيراميك وتجيب الحاجات دي، يبقى عندهم بوتاجاز قديم. انا لو حتى عايز يصلحوا الحاجه انا اخده اظبطه واديه للصيانه اعمل له تظبيطه ونبعته له. هينوبك ثواب، محدش هيقدر، احنا برضو هنتصرف ان شاء الله. حاضر على عيني. كده يا ست نادية، سلام عليكم. ألو. سلام عليكم يا ست نادية. عليكم السلام، ازيك يا شيخ شربيني؟ ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، يسلم ايديك على كل اللي بتعمله. تحت امر تحت امر سعادتك. الف شكر. تسلمي لي يا حاجه، ليك اي عمر يا ستي؟ لا شكرا شكرا. الله يبارك فيك يا ست الحاجه نادية. يسلم ايديك على كل حاجه. صباح يعني. لانا على عيون حضرتك يا فندم. ده المحشي الصيام النهارده يا جماعه حكايه حكايه حكايه. احنا ممكن ما نتحرمش من حاجه خالص طول ما احنا صايمين. كل حاجه نعملها باذن الله ومش هنتحرم من اي اكل. احنا انت بقى طبعا انتوا واخدين على كده ومش جديد عليكم، بس احنا هنجدد برضو بحيث ان احنا ناكل ونتبسط ومفيش حاجه تنقصنا ونبقى ما لناش نفس في حاجه. يعني هيبقى يعني اي حاجه نفسنا فيها هنعملها ان شاء الله، كل اللي انتوا عايزينه هنعمله ان شاء الله. امال احنا جايين ليه؟ جايين منظره مثلا؟ شوف المخرج بيقول ايه، افضل اخترع انت كده وتعبنا معاك. شكرا. ماشي يا عم، انا ما بخترعش ولا حاجه، انا بعمل الصح يا جماعه. بيقول انا ما قلتش حاجه انت بتبلع عليا. طيب شكرا. ايوه يا فن. حاضر يا فن. يا رب يا رب، في امل وفي بسمة خير ان شاء الله. يعني ان شاء الله حاسس ان ربنا هيكرمنا بالبوتاجاز النهارده، في بسمة خير ان شاء الله. يعني الست ربنا هيكبر خاطرها، انا مستعد اروح اجيبه بنفسي واوديه، بس اللي يتبرع يقول لي انا اروح اجيبه بنفسي واوديه لها بنفسي. في خير ان شاء الله جاي، لان الشعب المصري شعب كريم ومحترم وبيقف في وقت الشده. طيب استاذ محمد اتصل دلوقتي، الله يبارك له وتبرع بالبوتاجاز وساب نمرته، وهنعمل تواصل معاه. والف شكر يا عم محمد، اتصل وهيتبرع بالبوتاجاز وبشكره، وربنا يجعله من ميزان حسناتك. الف شكر يا ابني. يا ست رشا، السلام عليكم يا عم شربين. عليكم السلام يا ست رشا. وحياة ولادك يا شيخ، وحياة ولادك. اموريني يا فندم، اموري. خش في الموضوع يا حبيبتي، خش في الموضوع على عيني. ظروفي صعبة والله العظيم، والدي متوفيين وانا عندي 33 سنة. لو كان بامكانكم تساعدوني في حاجة والله العظيم، انا حتى ما اش قادرة اتجوز لان ما في مش معايا حاجه. الله يسترها معاك. سيبي تليفونك والله المستعان. انت عايز تتجوزي؟ انت لسه بنت بنوت؟ لسه مش متجوز انا، بس عليا والله ديون من بتاع اخواتي اللي اتجوزتهم. ربنا يخليكي ليهم ويخليهم لك ان شاء الله. ربنا ييسر الامور باي حد يقدر يساعدنا، انا خدام سعادتك. حاضر، سيبي تليفون حضرتك يا فندم. حاضر على عيني.
ربنا يسدد ما علينا كلنا، ربنا يسدد ما علينا كلنا. كده هستأذنكم عشان انا طولت معاكم، اخد فاصل وارجع لكم تاني، بس ولا نغير المحطة ولا نروح في اي حد. ورجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل وعملنا المحشي، هنسقيه بقى بشوية. في زمان الطباخين بتوع زمان كان بيقولك في حاجة اسمها شوربة، اسمها شوربة التمساح. لما يكون واحد بيشتريان او واحد مش عايز اي دهون ولا اي مادة بروتينية، فكان بيقولك ايه، اعملوا له شوربة التمساح. شوربة التمساح دي ايه؟ يفرموا حبة بصل ويدعكوه بشوية ملح وفلفل ويحطوه في حلة كده ويشوحوا منه فيه كده منه فيه، وروحوا منزلين عليه بالمية وخليه يغلي. دول ورق لورو وحبهان ورنفل وقرفة خشب وقرفة كده، يوم يكون تيجي تشرب حبة الشوربة تلاقيها لها طعم جميل، ولا فيها لحمة ولا فيها فراخ ولا فيها أي حاجة غير ان هي معمولة كده زي ما انا عامل الشوربة دي كده اهو. كده دي شوربة التمساح اهي، نغطي وان شاء الله هتطلع حبة محشي حلوين زي الفل. طيب عندنا حاجة اسمها سيبس بوم فم، ماشي؟ بقول لي كلمنا عرب وحياة ابوك، انت مش جاي من اللي من ايه؟ من رواندا. حاضر يا عم هكلمك عربي. سيبس بومفم اللي هو بوشد سيبس، قال لي انت نيلتها، هنفهم الاولانية لما نفهم التانية. سمك على البخار ببوشد اجز، برضو هنشوف كل حاجة، بس هو اسمه كده. يعني انا هعمل لك ايه؟ عمال يقول لي لا، أو يعني هو راجل عايز يوصل معلومه لست البيت من غير مشاكل. يمكن كلامي فيها مشاكل ان انا الكلام اللي وندي والبتاع والحاجات دي، فانا هقول له حاضر يا عمي هنعملها واحده واحده قدام حضرتك دلوقتي. يا دي النيله السودا، يا دي النيله السودا عليا طلعت. ايه اللي صحاها دي؟ كانت نايمه يا اخي، ايه اللي صحاها دي؟ خلصت ايدك وعملت شعرك؟ تيجي تقرفيني انا؟ سمك بصوص السبانخ، بس انا مش عامله بصوص السبانخ، عامله برضه زي ما انا قلت. بوم فم او بوش سي بس. طب اقول لك على حاجه، ترى بتتو سي بس. يلا يا ستي عشان ما ازعجش منه. من بنات مصر الجديده. مبريه ومبريه منكم يا بنات مصر الجديده. بص يا باشا، هنا توم، بصل، قرفس، كرات، وبرضه حط لي فلفل حراق، بس ما باخدش فلفل حراق، غاويه حراق. هنقوم هشوف مقادير دلوقتي على الهوا، لان ممكن يكون ايه محطوط لي دسيسه فيه، هو ممكن ابراهيم يعمل اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. سمك دسيسة. عندي سمك مع صوص السبانخ، سمك فيليه وزبدة، وعندي بيض وعصير ليمون وسبانخ وخل وكزبرة خضراء وشبت كريمة لباني، شطة بلاش منها، كمون يعني ها، توم، ملح وفلفل، بصل، كرات، كرفس، مسترضى ولا ما قصرتي اهو. قولي يعني بص حضرتك، مش موت وخرب ديار، يا شطه يا فلفل حراق. دي يا حبيبتي اسمها شطه، وده فلفل حراق، الاتنين بقى ليه؟ مال التلات؟ هي بالراحه عليا، ده معزباني يا راجل،
ده انا قعدت بشد في شعلة مخورس كله. حزب الله ونعم الوكيل. ست جيهان سلام عليكم. ست جيهان. ست جيهان. ست جيهان. طيب شكرا ست جيهان. شفت بقى يا باشا يا باشا اللي انا عملته ده؟ ركز معايا بقى والنبي يا سعادة المخرج. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ادي الزبدة يا باشا. وادي النص التاني. وادي نص البصل. اهو. وادي الزبدة بتاعتي اهي. يا حبيبي يا سيدنا محمد. كده هنا دي كده اهو بالزبده معايا يا عمي. حاضر. طيب وانا كمان قوم ايه نجيب دي كده اهو. ادي شويه ملح. ادي شويه فلفل. سنة مستردة. وادي الليمون. وادي السمك. وادي بقية البصل. شوية مستردة. سنة كمون. بس خلي الكمون هنا افضل. وشوية بس بسيط كده. حبة ملح وفلفل عن طب. اهو. سنة خل. قوم بقى ايه؟ نشوف ورق سلفر. ورق ألمونيا. ورق ألمونيا يا رجالة. آه كده احنا وقعنا فين؟ في المأزق. مش مشكلة. عايز ورق ألمونيا يا أستاذ أنت وهو. قال لي خش لي على موضوع. يلا جاي اهو في السكة. خش يا باشا. يبقى كده ادي الورق الليمون بيجي لي على الهوا وانا ماشي اهو. يلا صلي على رسول الله. كده كده نخش على السبانخ بتاعتي. نخش على السبانخ بتاعتي. هنا حطينا بصلايه وتومايه وكرفس. نشيل بقى كل حاجه من هنا عشان العم المخرج ما يزعلش مني. لان هو ايه بخاف انا على زعله. يبقى ادي مكعب المرق. يا عم هاني سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومرني يا عم هاني.
طريقة عمل البسبوسة يا شيف. أنا أول حاجة بس نفسي أتصل بك حقيقة. والله أنا بحبك موت والله يا شيف. أهلا بيك يا ابني، أهلا بيك يا حبيب قلبي. البسبوسة حاضر على عيني يا ابني، على عيني يا قمر. أشكرك يا ابني. كده المحشي شغال. صلى على الحبيب. بص يا عمي، شايف الحلاوة دي؟ حلاوة المولد. أبا أشكرك يا باشا، شكرا. حلاوة المولد حاضر. نخليه بقى في الويتنج أهو، النار الهادية بتاعت اللي بتجيب كل حاجة أهي. ونخش بدي كده أهو، وآدي هوريكم بقى إيه هو البوش ديجز. كده أدي مية، وآدي مية تاني بتغلي. آدي خل أهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا باشا، بس بيقول لي هو موتور بتلف. قلت له لا، ولا فستان سواري. بس هنشوف هيعمل ايه دلوقتي. كده السبانخ بتاعتي على اتنين، عايزها ورقها عريض اهو. كده كده ست فتحية. ايوه. السلام عليكم يا ست فتحية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمريني يا ست فتحية. الأمر لله وحده، ولا يؤمر عليك ظالم ولا مفتر. سيدي ربنا يقدر كل واحد على فعل الخير. الله يبارك لك. الست اللي عايزه البوتاجاز دي، انا عندي بوتاجاز هو مستعمل بس مش قديم. الله يسترها معاكي دنيا واخره. الله يسترها معاكي. شوف اللي بيستر في الدنيا ربنا بيستره في الاخره. الله يستر. اللي بيستر في الدنيا ربنا بيستره في الاخره، وربنا يجعله من ميزان حسناتك. سيب التليفون حضرتك يا فندم، وانا هتواصل مع الست ديت ان شاء الله. ربنا يكرمك يا رب. شفتوا الخير بتاع بلدنا، وشفتوا ناسنا حلوين ازاي. شوف ست الحاجه يا ست ناديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه حضرتك طيب. بعودة ليا يا ست. ربنا يبارك فيك وفي ولادك يا رب. كده الله يخليك. تسلم ايدك يا رب على كل شيء. اموريني يا ست ناديه. الامر لله وحده. لو تسمح، اللسان البقري أو الضاني بيتعمل ازاي؟ حاضر، على عيني على عيني. هو بص حضرتك، اللسان ده بيتعمل بكذا طريقة، لكن الناس بتسلقه وبتحمره. لكن ممكن اعمله بالمستار ده، ممكن اعمله بكل طريقة. لكن احنا هو العادي بتاعنا والمتبع ان احنا بنجيب بنسلقه مع بصل وجزر وكرفس ورق لورا وحبهان، وبنقشره وبنحمره. لكن بعد ما بنقشره، بصوا بقى البوش ديكس ده بقى يا باشا، بعد ما بنقشره ممكن نعمله بصوص المرسردة، نعمله بأي صوص احنا عايزينه. كده ادي البوش ديكس اهو اهو اهو. البيضة من جوه سليمة، البيضة من جوه سليمة. شفت بقى ايه ده؟ بنسميه البوش ديكس. تمام يا باشا، نكمل شغلنا. وكده عندي السبانخ بموتها. استاذنكم اخد فاصل وارجع لكم تاني، بس ولا اتغير المحطه ولا اروح في اي حته. رجعنا بعد الفاصل، وادي حبه السبانخ بالكريمه اللبانه اهم. بصراحه انا بحب اكل السبانخ دي كده رو، يعني نيه ما تبقاش السوا ما جاش عليها زياده. تخرج كده. طيب نبص بقى على السمك بتاعنا، وصلنا لايه فيه. شكله لسه ما استواش، لان لازم الورقه تقب عندي عشان اعرف ان هو استوى. لكن هنبص عليه. زي ما انا قلت لكم، بصوا كل حاجه ليها شغل، كل حاجه ليها شغل. اديله دفع على النار كده شويه، لان هنا ما جابليش نتيجه. يبقى نديله دفعه كده. ااا
ادي فوطه. بصوا بقى ده اللي انا بقوله عليه، الورقه هتقب دلوقتي قدامكم لان انا مقفل عليه كده، يبقى مخش سوا يوم الورقه هترفع عندي كده دلوقتي هتشوفوها. بقول لي انت اشتغلت طباخ قبل كده؟ قلت له اه شويه يعني مش كتير. ما بناخدش من المخرجين غير التريقه، كل ما علق على حاجه يتريق عليا. متشكرين يا عم. لما افتح الفرن الاقي الورقه دي قبت اعرف ان هو استوى، ما قبتش هبص بترفع الورقه قدام حضراتكم اهي. يبقى كده حضراتكم نعرف ان هو دخل على سوا. بيقول لي طب ما كشفتوش ليه؟ ما انا لو كشفته هيستوي من تحت ومن فوق هبقى نايم. لكن كده بدأ يعمل فايبريشن اهو، وبدأ الورقة تقب عندي. بيقول لي طب ما تقلبه على الوش. طب ما تيجي اشتغل معايا يا عم، تعالى اشتغل مكاني واروح انا، انت عمال تديني البدائل وانت قاعد على الكرسي، طب ما تيجي تشتغل مكاني. انا تعبت مع المخرجين بتوعنا. اه بس التانية بتقولك ما انت فاشل ما انتش عارف تعمل حاجة. شكرا شكرا يا ست رضا. كان عامل محشي صيامي اهو حلو زي الفل، ولا كلكم زعلانين عشان ما حطيتش فيه لحمه مفرومه؟ مش هحط فيه لحمه مفرومه، صح يا محمود؟ ماشي انت على الرايبه مش شغال مع اي حد. شفت بقى؟ شوف البيضه عامله ازاي؟ ده اللي احنا بنسميه بوشد ايج. تانية اهي من غير ما نجرحها اهي، دي بنسميه بوش ديجز في الفنادق على اساس ان في ناس بيقول لك انا عايز اكل صحي مش عايز فيه زيوت ولا دهون ولا اي حاجه وزهقت من المسلوق. ما هو ده مسلوق بس على فرانك يعني، هي هي حبه ميه بيغلوا فيها شويه ملح وشويه خل. كده بدا يشتغل معانا اهو، كده بدا يشتغل معانا اهو. دي اخته بس كده. نجيب بقى السرفيس او الحاجه اللي هنغرف فيها ونشوف هنعمل ايه بقى دلوقتي مع حضراتكم. كده ادي السبانخ بتاعت اللي عملتها بالكريمة. اجيب بقى ده كده خلاص. بصوا بقى اهو، نجيب بقى الصوص ده هنا اهو. حبيبي يا سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. طول ما انت بتشتغل بمزاج كده ست منى، ست منى السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته ست منى. كنت عايز اعرف طريقه الكيكه بالشوكولاته. على عيني يا فندم، اشكرك اشكرك يا ست منى. كده انا عايز اسباتول، ها
مفيش ولا اسباتول، ساعات تلاقي عندي 70 اسباتول وساعات تلاقي دي مفيش اسباتول، مش مشكلة. اللهم صل على النبي. اقوم اعمل ايه بقى؟ جايب كل الكلام ده كده اهو، الحلاوة دي كلها كده اهي. سيبها تغلي. نصلي على حضرة النبي. بتاع السمك كل حاجة حلوة فيه اهو، هنشوف هنعمله ازاي دلوقتي ونربطه ازاي. معلقة نشا، معلقة نشا اهي، شوية كريمة لباني، عايز اربطها طيب كده. هنا ادي الصوص بتاعي اهو، مش كتير عشان ما يبقاش تقيل عندي، هيبقى هو ودمي، لازم حاجه واحده بس تكون تقيله كده اهو. صلى على الحبيب يا ست دينا. الو الو ست دينا، ازاي حضرتك؟ في نعمه والله يا فندم. اموريني يا ست دينا. بس انا كنت بصراحه كنت عايزه اكلم حضرتك بخصوص حاجه، انا جوازي قرب وكده، وما امكانياتنا على قدنا، فكنت عايزه لو حد يقدر يساعدني. طب يا ريت حضرتك تتواصل معايا. سيبي تليفونك يا فندم وانا اخدم سعادتك. اشكرك على اتصالك، سيبي تليفونك يا فندم. حاضر يا فندم، اشكرك. هو برضو خلي بالكم في دلوقتي شباب وفي ناس محترمه اكلين وبتوع فنادق وبيفوتوا الاكل احسن مني، يقول لك ايه طب ما المفروض كنت اديت له شويه هولنديز ودخلته الفرن، المفروض ياخد شويه هولنديز وندخله الفرن. لكن انا بقرب المسافه كده عشان خاطر نبقى واضحين شويه، ومش عايزين شغل الافرانك دوت ياثر علينا كده. ادي طبق السمك بتاعنا الجميل، نشوف اخد فاصل وارجع لكم تاني ولا غير المحطه. الله فيها. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفصل، وعندي اكله حلوه وهاديه وجميله، سلطه لسان العصفور. هنعملها ازاي؟ عندي لسان العصفور وفلفل الوان وخيار، صدور دجاج، زيت زيتون، عصير ليمون، ريحان، طماطم، بصل وثوم وزعتر. هما اللي هياكلوها دي ناس عندها ضغط؟ ما فيش ملح ولا فلفل؟
طب كده هنا دي مش هتكلم في السياسة يا عم، انا مش دعوة، انا حقك علي اصلا ممكن تغزيني باي حاجة وهي وانا خارج، لكن هي دلوقتي محدش قدها. طيب كده هنا ادي الملح والفلفل اللي هيخسرنا من بعض على ايه، وادي شويه فلفل اهو. هو لعب جمال، لعب من جمال، جمال ما اداش ريسيبي صح. ادي زيت زيتون، ادي شويه ليمون، وادي الهراسه. صلي على رسول الله. بس كده حلو قوي، الريحه رائعه. حبك هنا تمام، ادي طاسه على النار، حبه زيت زيتون على البارد اهو. يا عم احمد سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك شيف شربيني؟ حاج احمد ازيك؟ ازاي صحتك يا فندم؟ وامرني يا فندم. والله يا شيف شربيني انا يعني شفتك بتيجي لحضرتك ناس كتيره يعني الحقيقه يعني طحناها زي ما بيتقال يعني، وناس كتيره حابه انها يعني عايزه تتجوز وتكمل نص دينها، بس ظروف الدنيا مش مخلياها انها قادره انها طيب سيب انها تاخد الخطوه دي. فانا عندي معرض موبيليا. ايوه ايوه فن، واجهزه كهربائيه وبعمل حاجه كويسه للشباب، بعمل لهم عرض كويس يقدروا من خلاله يتجوزوا. فكنت حابب اعمل حاجه كمان غير كده اللي هي ده شغلي يعني، دي طبيعه شغلي. أيوة. انا بقدم للناس حاجه تقدر تخليهم يتجوزوا باقل الاسعار من خلال تصنيع اعلى من الحاجات دي. تمام. أيوة. حابب اعمل حاجه كمان ان انا ابدا اساعد ناس فعلا تكون محتاجه، فعلا تكون محتاجه، ده اساس الموضوع يعني. ان انا اقدر اقدم لهم الكلام ده بدون اي مقابل يعني. الله يسترها معاك، الله يسترها معاك. يكونوا فعلا هم محتاجين. هنعمل لك دراسه جدوى، هنعمل لك يعني احنا هبص، انا عندي ناس. تمام. انت سيب تليفونك لان انا هعمل لك بحث عنهم واقول لك. سيب تليفونك وصدقني ربنا يجعلهم ميزان حسناتك، وده الشباب اللي زي الفل. الراجل عايز يساعد وهيعمل بعد كده للي عايز، بيعمل خصومات يعني. احنا هنعرف المعرض وهنتكلم عنه لان ده بيعمل خير، ما فيش مشكله، مش اعلان ولا حاجه، لكن ان شاء الله هنتواصل معاك. وكل اللي عايز يجيب عفش او حاجه وفي خصم هنقول على تليفونك، وان شاء الله ربنا يجعله من ميزان حسناتك يا ابني، وهنتواصل معاك بالتليفون ان شاء الله. تسلم لي يا شباب، تسلموا لي يا شباب، تسلم لي يا ابن الروح. ده الكلام برضو كان زمان، او مش من زمان، ده من قريب. الباش مهندس بشرى الجرجاوي عنده مصنع مابوليا، مصنع ده عالي جدا، راقي جدا، راقي جدا. وقال لي انا اي حد عايز ياخد جهاز عروسة من سفرة لقط النوم للانتريه كله هعمله بما يرضي الله بسعر التكلفة، وزي ما هو عايز يكلف بدون اي مصنعيه. ده الباشمهندس بشرى الجرجاء. الراجل ده محترم جدا وعنده شركه سياحه وعنده قريه في سيوه، يعني راجل محترم. ده بيتبرع لله، وبرده تليفونه عندنا. ما بنساش اي حد بيمد ايده لينا. طيب كده هنا ادي لسان العصفور بسلقه، بديله ملح شويه زيت عشان ما يقفش اهو. نجيب ده على جنب عشان بدل ما المخرج يزعق لي اتلاشاه، لان هو بتلكك دلوقتي تقريبا عشان موقف المحشي ده، هو مش عايز ينساهولي.
وانا مش هدي له فرصه. صلي على رسول الله. يعني زي الوجبه اللي قدام مني دي عمرها ما اتعملت بفراخ، لكن هو غصب عليا احط لها فراخ اهو. هنقول ايه غير حكم الاوعى الضعيف؟ هنقول حاضر، لا حلتنا غير حاجه غير نقول حاضر. فلفل الالوان زيه اهو. هستاذنكم اخد فاصل وارجع لكم تاني، ولا هنغير المحطه ولا هنروح في اي حته. رجعنا كده بعد الفاصل حضراتكم. كده احنا عملنا بسم الله ما شاء الله حبة السلطة دول اهم، مش عايز اقول لكم على حلاوتهم. الريحان مع الثوم مع زيت الزيتون زي البيستو كده، بس ما خدتش جبنة ولا سنيبر. اشيل بقى كل حاجة من هنا. اقلب اهو. حلوة 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 حلوة، أكلة ممتعة وسهلة وسلطة حلوة. طيب ادي الطبق بتاعي، اللي طبق في طبقكم وطبق طبقنا طبق في طبقكم اهو. وادي الفراخ بتاعتي. ناقصني بس، ناقصني بس المحشي اهو. السلطه بتاعتي، نخش بقى على المحشي بتاعنا الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي.
ملبن. ملبن انا بيصعب عليا ان انا ارص المحشي كده، انا عايز اقلبه في الصينيه كده زي ما عندنا في البيت، وروح ادبنه في الحفايه في الطشتك او في الصينيه بتاع العشاء. الفلاحين بقى هتعملوا لنا ايه؟ ممكن نعمله فلفل وبصل، نعمله محشيه بالكوسة، كل أنواع المحاشي عندنا نعملها براحتنا. كرومب نفس الخلطة واحد. كله في حالة صمت، صمت الرهيب. أنا مش هعمل حاجة تاني عشان ما تفكرش إن أنا هعمل حاجة تاني يعني. انا كده عملت اللي عليا والحمد لله رب العالمين، قامت بالخير وعدت على خير. عايز اشكر كل الكاست اللي معايا، عمي ابراهيم تمام، كل زمالي في السودجو، واشوفكم ان شاء الله بكره على خير. السلام عليكم.